كيف يتم إصلاح كابل الإنترنت البحري إذا قطعه قرش؟ هل تعلم أن 99% من حركة الإنترنت العالمية تمر عبر كابلات بحرية مخفية في أعماق البحار؟ نعم، ولكن ماذا يحدث إذا تعرض هذا الكابل للتلف؟ كيف يتم تحديد مكان القطع في بحر يمتد لآلاف الأميال؟ والأهم، كيف يتم إصلاحه؟ سنتعرف إلى كل التفاصيل المثيرة في الفيديو هذا. الطريق السريع الذي تعتمد عليه يومياً لمشاهدة يوتيوب وتيك توك وإنستغرام يختبئ تحت المياه، ويعتبر شريان الحياة الرقمي لعالمنا المتصل شبكة كابلات الإنترنت البحرية. شبكة الكابلات البحرية مذهلة جداً، فهي تربط القارات ببعضها البعض وتغطي أعماق تصل إلى 8000 متر تحت سطح البحر، حيث الضغط يعادل 5300 كيلوغرام لكل بوصة مربعة، وهو ما يشبه وضع أصبعك تحت ثقل فيل أفريقي. أحد هذه الكابلات يدعى كابل ماريا، يمتد من شاطئ فرجينيا بالولايات المتحدة إلى إسبانيا عبر المحيط الأطلسي، ويبلغ طوله 6900 كيلومتر. أما إذا جمعنا أطوال الكابلات البحرية حول العالم فإنها تزيد عن 14 مليون كيلومتر. لماذا نستخدم الكابلات البحرية؟ قد تتساءل، لماذا لا نستخدم الأقمار الصناعية بدلاً من مد كابلات مكلفة في أعماق البحار؟ الإجابة بسيطة، الكابلات البحرية أسرع وأكفأ. ما كفاءة الكابلات؟ كابل بحري واحد يمكنه نقل 4000 تيرابايت من البيانات في ثانية واحدة، أي ما يعادل تمكين 8 مليون شخص من مشاهدة أفلام بدقة 4K في نفس الوقت. بالمقابل، ما هي كفاءة الأقمار الصناعية؟ قمر صناعي واحد يمكنه تلبية احتياجات 24,000 شخص فقط. لهذا السبب، ورغم التكلفة الباهظة، تعتبر الكابلات البحرية الخيار الأفضل لتلبية احتياجات الإنترنت المتزايدة عالمياً. كيف يتم نقل البيانات عبر الكابلات؟ تبدو الكابلات البحرية سميكة، لكنها تحتوي في الداخل على ألياف ضوئية رفيعة مثل الشعر، وهي مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك. البيانات تتحول إلى نبضات ضوئية بواسطة جهاز إرسال. تنتقل هذه النبضات بسرعة الضوء عبر الألياف، يتم تقويتها عبر أجهزة تسمى المكررات كل 100 كيلومتر. أخيراً، تتحول إلى إشارات كهربائية تعرض على أجهزتنا كصور وفيديوهات. ماذا يحدث عند تلف الكابلات؟ تعرض الكابلات البحرية للتلف ليس أمراً نادراً. الأسباب كثيرة، منها هجمات أسماك القرش والزلازل تحت البحر والصيد بشباك الجر، حيث تسحب السفن شباكاً ضخمة تتلف الكابلات عن طريق الخطأ. كيف يتم تحديد مكان التلف؟ عندما يتعرض كابل للتلف ترسل الكابلات إشارات تظهر مكان القطع بدقة. باستخدام هذه الإشارات يتم إرسال سفن إصلاح خاصة مزودة بروبوتات قادرة على الغوص إلى قاع البحر. كيف يتم إصلاح الكابل؟ يتم رفع الكابل التالف من قاع البحر باستخدام سفينة متخصصة. المرحلة الثانية، الإصلاح، يتم استبدال الجزء التالف أو وصله بجزء جديد. المرحلة الثالثة، إعادة وضعه. بعد الإصلاح يعاد الكابل إلى مكانه بدقة عالية باستخدام روبوتات متخصصة تحفر مساراً في قاع البحر لوضع الكابل فيه. عملية الإصلاح دقيقة للغاية، وقد تستغرق عدة أيام، لكنها ضرورية للحفاظ على اتصال العالم الرقمي. تكلفة الكابلات البحرية، تبلغ تكلفة مد كابل بحري واحد بطول كيلومتر حوالي 25 مليون دولار. تخيل تكلفة مد شبكة بطول 14 مليون كيلومتر. ومع ذلك لا غنى عن هذه الكابلات لضمان استمرار الاتصال بالإنترنت في كل ركن من أركان العالم. في النهاية، الكابلات البحرية ليست مجرد خطوط اتصال، بل هي شريان حياة العالم الرقمي. لذا في المرة القادمة التي تشاهد فيها فيديوهات على الإنترنت، تذكروا الرحلة الطويلة التي قطعتها البيانات لتصل إليك. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لدعمنا. الله الحافظ، دمتم سالمين.